كنشارك في إطار الأنشطة الموازية منظمة من طرف CCME مجلس المغاربة بالخارج. كنشارك بفيلم وثائقي أمورا يشكد الذي سيعرض هذا المساء على الساعة 7. أمورا يشكد والعبارة كتعني مراجعة، هي عبارة تداولت في السبعينات في أسواق الجنوب اللي كانت كتعني تعلن بمجيء واحد ضابط فرنسي كان مكلف من طرف شركة شاربوناج دو فرانس باش يدي المغاربة يخدموا في المناجم في فرنسا. مورا يشكد هو حكاية ديال المعاناة ديال هاد العمال المغاربة في المنجم، في حكاية ديال المعاناة الاجتماعية، الحكاية عن المرض ديالهم الخطير لاسيليكوز. مورا يشكد بديت الاشتغال فيه منذ 2018، وبعد المناسبة كنبغي نشكر قناة دوزام اللي تقت في هذا المشروع. كنبغي نشكر CCME سي دريس بن زكري اللي تقوا في هذا المشروع وعبدوا له طريق باش يخرج للوجود. كنشكر كذلك المركز السينمائي المغربي على المشاركة ديالو في الفيلم. الفيلم كاين مشاركات منجميين مغاربة، مشاركة ابنة أحد المنجمين اللي هي مغربية وزوجة أحد المنجمين اللي هي فرنسية. والفيلم كاين فيه ثلاثة اللغات، فيه الأمازيغية، فيه العربية والفرنسية، وهذا الشيء كله بالسوتيتراج ديالو. الفيلم غيتعرض إن شاء الله اليوم مع السبعة بقاعة السينما لا رونيسانس بالرباط. غتكون من بعده مناقشة، نتمنى مرحبا بكم، نتمنى يكون جمهور حاضر للاستماع لهذه الحكايات.